السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ورمضان مبارك سعيد. اليوم ان شاء الله غادي تدوزوا معايا النهار كامل. اول حاجه غادي نديروها نمشيو نتغداو الثلاجه خوات، وضروري خصنا شي حاجه للسحور. جينا لهاد المحل سميتو لوكو، معروف والاثمنه ديالو رخيصه بزاف على لي سوبر مارشي. المهم بقاو معايا. اول حاجه غادي نبداو بها هي هاد الفاكهه، ضروري كتعجبنا مع اتاي مغربي. وهنا الدلاح المغربي كيف ما كتشوفوا تبارك الله موجود، كيدير 12 درهم مغربيه هي 240 ريال، وخلاص الديسر الاخر كل حاجه من بلاد. رجعنا للدار حطينا التقدية، ودابا غادي نمشيو لواحد الريستورا تركية باش نفطرو. دابا عندنا 9 ديال الليل والسما مازال مضوية، الجو غزال تبارك الله. هنا كنفطرو مع 9:30، كنتمنى اننا نوصلو في الوقت. هذه هي الريستورا، معروفين بالمشاوي، كنظن انهم رقم واحد بالنسبه لي انا، كيعجبني الناكل عندهم الصراحه، والاكل ديالهم غزالي ساهل. كيف ما العاده ضروري كيحطوا المقبلات. هنايا حاطين لاصوص طوماط على الطريقه التركيه، شلاضه عاديه، جوج تميرات، وهنا حاطين صوص ديال اليوغورت مطحون مع الخيار وكنظن الثومه، وهنا ضروري من الشوربه التركيه بالعدس الاحمر. وهذه هي الماكله اللي طلبنا. وضروري من الشاي التركي.
هنا جينا الماكدو بغينا شي حاجة حلوة ضروري مع الصيام والإنسان كيتشهى، خدينا لا غلاس. وهذا هو نهارنا، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.